وقوفا لاجلك وقوفا لمجدك وقوفا لكل لون وحرف وكل اعتبار وانت العراق الفك باسمي وانت الوقار ولا خير فينا ان لم نحيي رايتك الاولى والباقيه ونرفع علم الوطن المسجى بدم الاحرار واي ولاء لغيرك خيانه واي انتماء لغيرك خيانه فانت الرايه الكبرى وانت اسم العراق والعراق اكبر وكل الطوائف وكل المناطق وكل الشعارات تجتمع فيك وهذا نزق الوطن الاسمى حين يلف بعلم البلاد يتوج الثالث من تشرين الاول باسم اليوم الوطني العراقي الذي يجدد في اذهان العراقيين يوم استقلال الوطن وانتهاء الانتداب البريطاني عام 1932 حينها اعلنت الامم المتحده ان العراق اصبح عضوا في عصبتها يوم وطني لابد ان يرفع فيها العلم عاليا وكما هو يزين غرف القرار الرسمي في مقر الرئاسات الثلاث في بغداد من الشمال الى الجنوب يحاول المخربون الذين يلونون شعارات ورايات تترجم أصابع وأصوات النشاز من الخارج الذي يتدخل في شأن العراق لكي لا ينعم الوطن باستقرار وهذا ما يجبر العلم على أن يناديكم ويشد على أيديكم أن الولاء له هو سر الخلاص من الجحيم والوصول إلى جنة الوطن المنعم بالشعب الواحد يرفرف العلم عاليا ويلف بجسد الشهيد يلف بجسد العراقيه الصابره فيجمعكم على وحده لا تفرق وعلى كلمه لا كلمتين يرفرف في سماء واحده ويخبركم في السر والعلن انه الباقي رغم كل المحن فلا رايه تدوم غير رايه الوطن